بعمق البحار الغامضة، يحمل القروش أسراراً لا يعرفها العالم بأسره، لغتها الصامتة وقدرتها على التنقل عبر المحيطات بدقة غامضة تجعل القروش مخلوقات مثيرة للدهشة، حراسة لأسرار لم تكشف بعد. فلنتعرف على أسرار هذا الوحش المتربع على عرش مفترسات المحيطات. يمكنها السباحة بسرعات تصل إلى 60 ميلاً في الساعة، مما يجعلها من أسرع المخلوقات في المحيط. تتناول القروش مجموعة متنوعة من الفرائس، بدءاً من الأسماك الصغيرة إلى الفقمات الكبيرة، مما يظهر تكيفها الرائع مع التغيرات البيئية، إذ تمتلك نظاماً مناعياً فعالاً يساعدها على مقاومة الأمراض.